حطيتك في 700 ل 800 ألف بس مزروع من الأرز، شايف إن ده يكفي السوق هو المحلي؟ بس توضيحا لأرقام سيادة النائب، يمكن بس عشان ما هوش عمله الأساسي فيمكن الأرقام بس مش واضحة عند معاليه. هو فدان الأرز السنة دي في ظل التطور بتاع الاستنباط بتاع التقويات لا يتعدى 5000 لتر ماء، ده رقم واحد. رقم اتنين، الفترة الزمنية اتأثرت جدا، كان الأول بياخد حوالي يعني 5 و6 أشهر، النهاردة بياخد 3 أشهر فقط لا غير، من 3 لـ3.5 أقصى حاجة. ده رقم واحد. رقم اتنين، احنا حضرتك ما استوردناش الرز، احنا كنا بنقول ان احنا هنستورد رز نسد احتياجاتنا، احنا كل اللي استوردناه ببيانات الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة لا يتعدى بأي حال وما يحصلش 50,000 طن زي ما اعلنت قبل كده وقلت ما يكفيناش 8 ايام. بس الحكومة أعلنت رقم أعلى من كده. الحكومة ما استوردتش حاجة، واحنا قلنا برضك في بعض القنوات الأخرى ان الحكومة مش هتجيب رز. ماشي، اعلنت ليه اعلنته، احنا مالناش دخل وما جابوش رز ومش هيجيبوا رز. امال مين اللي دخل يا فندم؟ أفندم يعني الحكومه مالهاش انا دخل، قلت انا ماليش دخل، واحنا الحكومه تعمل ايه؟ وبناء على تقرير وزاره الموارد حضرتك المائيه والري حضرتك 7000 متر، ده اللي هو الاحتياجات الاستهلاكات الفعليه للرز حضرتك بعد الاستنباط. ده حضرتك حياه قديمه. والتصوير الجوي بيقول ان في 2 مليون فدان السنه دي اتزرعوا رز. 2 و100 مش 2. طيب اذا الارقام مدققه وواضحه. 700 ل 800 الف فدان ده اطلاقا ما يكفيناش، احنا بالارقام الحقيقيه بنستهلك، الفرد عندنا بيستهلك 40 كيلو في العام، يعني احنا استهلاكنا في الناس اللي موجوده في مصر 3.3 الفرد ولا الاسره؟ الفرد. الفرد 40 كيلو في السنه؟ 40 كيلو. ده المعدلات العالميه واحنا ماشيين بنفس المعدلات. حضرتك احنا استهلاكنا في العام من 3 لـ3.3، يعني في حدود اقل شيء ممكن يكفينا من الارز 1,500,000 فدان. هي الحكومه بتهدف نظرا لزي الست نايمة بيك 1.5 مليون فدان، ده اللي يكفينا اقل شيء. اقل شيء اذا منعنا بالحساب حضرتك بالحساب. احنا الفدان حضرتك، ما انا هسمع وجهه نظر حضرتك، هسمع حضرتك حضرتك, إن... حضرتك هو الموضوع بحسابي. لا لا لا. مش موضوع يا فندم، انا هسال انا هسال هسال سؤال واحد بس. فضل. ولو عند حضرتك ملاحظات هسال سؤال واحد بس. هل احنا إيه؟ في مصر فضل. بنكتفي ذاتيا من الذره؟ انا ما اتكلمتش على الاكتفاء، ما تدورش على الاكتفاء، انا بتكلم على سلع استراتيجيه. حضرتك انا مش عاوزين نزرع رز، خلاص ما نزرعش. انا بس انا بتكلم على ارقام. وانت هتشتغلوا ازاي لو ما زرعناش؟ انا بتكلم على ارقام. انا بس بتكلم على عايز أرقام. عايز لحظه. سياده النائب بيقول من 700 ل 800 الف فدان يكفينا، وحضرتك بتقول الضعف. حضرتك ما بالحساب، احنا الانتاج متوسط الانتاج 3.5 طن. تمام ماشي. حضرتك لو ضربت ال 1500 في 3.5 طن مش هيجيبوا لنا 6 مليون طن شعير اللي احنا بنستهلكه. 6 مليون طن هيجيبوا لنا في حدود 3.3 مليون طن ابيض، ده استهلاكنا. يعني هو بقى عاوز يزرع او مش عاوز يزرع، دي كمان مش مشكلة. تمام حضرتك يعني دلوقتي بتقول اللي يكفينا 1.5 مليون. لكن فدان. وزارة الزراعة والري، وزارة الري اللي بتقرر حضرتك. وزارة الري بتقرر ان احنا ما نزرعش اكتر من 1,070,000 فدان او 1,076,000، انا ما اعرفش الستة ليه كمان. وهي بتحط دائما 10% مخالفات، فهي بتعشم انها توصل لمليون و176 او 1,200,000 فدان زراعه.